أيها الحضور الكريم، موضوع الساعة التي تداول في الأوساط الرياضية هو مشكل الرياضة وما تعانيه من مشاكل عويصة. لذا فارتباطا بالمناظرات الجهوية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في هذا المجال وما تعانيه وما يعاني الله من مشاكل في هذا النطاق، قرر موقع الاسبور تنظيم هذه الندوة للتدارك ولتسليط الضوء على هذه المشاكل التي سوف ان شاء الله بمجهودات المحاضرين ومشاركة الحضور الكريم سوف نصل ان شاء الله الى بعض الكليات. ارجوكم نحضر لما يقول المحاضرون، نحلل نناقش وبعد ذلك ان كانت هناك تصويت خارج القاعه ان شاء الله. اعطي كلمه لمدير موقع ريبسبور يقدم لنا كلمه في هذا الموقع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الساده المشاركون الموقع الإلكتروني ريسبور أو الريد الرياضي.